النجمه منى زكي احلى حاجه ممكن تحصل في الدنيا ان احنا نشوف تكريم منى زكي. ميرسي، احلى كلام، شكرا. عايز اعرف من وقت جالك الخبر التكريم انت حاسه بايه، واحمد قابل ده ازاي كمان معاكي؟ بص انا لما جالي خبر التكريم اتوترت الحقيقه وحسيت ايه ده، انا اتخذت على مشامي، انا ما لحقتش، انا عايزه اعمل حاجات تانية، انا ايه ده ليه هيعملوا فيا كده؟ وبعدين انبساط، بس احساس ان عندي تساؤلات كتير وعلامات استفهام كتير، اني هعمل ايه وهل كل اللي فات اوكي كويس ولا ايه. فكان عندي كل ده، ويوم لما جيت احمد استقبل ازاي، احمد قال لي تستحقي، يعني بجاوب على ترتيب الحاجات. بس يوم ما جيت الحقيقه اول ما وصلت كده وفي ناس معينه شفتهم هديت كده، حسيت الله دي حاجه حلوه، انا عماله بستقبل حب ومشاعر حلوه من الناس، فانسى اي علامات استفهام وعلامات تعجب دلوقتي وبسط باللحظه. وكنت فعلا لا ما كنتش مستنياه خالص، يعني بالعكس، ما يعني عاده الواحد لما بيعمل شغله ما بيبقاش مستني تكريم، بس لما جه اكيد بسطني. يعني الصندوق الاسود شايفه رد الفعل ايه؟ والفيلم يمكن شويه انت ليكي نوعيه درام او نوعيه سينما خاصه، انا هتقولي ايه عنه كمان؟ لا مبسوطه اكيد، هو الحمد لله رد الفعل بتاع الفيلم كويس، وبقرا كده يعني، ولما بقابل حد ساعات بيقول لي كلام كويس عليه كرد فعل، فكويس ان هو جايب فلوس يعني، ومبسوطه ان ده حصل في وقت زي اللي احنا فيه. يعني رمضان ان شاء الله عندي مسلسل مع استاذ تامر محسن، ويعني يا رب يا رب يبقى كويس ويعجبكم. اسمه دلوقتي تقاطع طرق، بس احتمال نغير الاسم، يعني استاذ تامر بيفكر يغير. احلى